سولون تسبيك قوة رهيبة مشهد من يوم القيامة. سلام الله عليكم مشاهدي قناة الثقف. توس سولون تسبيك قوة رهيبة تحتوي العبوة على 24 مغذوفا حراريا. إنها قادرة على تغطية مساحة 200 في 200 مترا مع تدمير كل شيء. القوة العاملة والمركبات الخفيفة وحتى التحصينات تعتبر المواجهة غير واقعية باستثناء تدمير الجهاز نفسه. من المستحيل حتى في الخنادق والمخابئ الاختباء من وابل من سولون تسبيك بعد إصابة قذيفة بوزن 200 كيلوغرام الهدف. يتبدد الخليط الحراري في الهواء وينفجر تحت ضغط هائل مما يؤدي إلى درجة حرارة 3000 درجة. حتى الدروع الفولاذية تذوب في مثل هذا الجحيم. القذائف الصاروخية الحارقة التي تطلقها الراجمة سولون تسبيك هي من عيار 220 ملي، تستطيع إصابة ما يبعد عن الراجمة من 3000 مترا إلى 6000 مترا، وتبلغ رقعة الإصابة من 1000 إلى 2000 متر مربع. يمكن أن تضرب سولون تسبيك على مسافة تصل إلى 6 كيلومترات، ولكن مع ذلك فإن إطلاق النار في الحقول من مواقع مفتوحة يمكن أن يكون خطير للغاية. لذلك يتعين على أطقم المركبات القتالية العمل في الليل تقريبا أكثر من النهار، هذا أقل خطورة، بالإضافة إلى أنه يخلق تأثير مفاجئ للعدو. توضع راجمة القذائف المعروفة باسم سولون تسبيك على دبابة T-72 لتشكل الآلية القتالية القادرة على تدمير سيارات العدو ومدرعاته الخفية ومنشآته عبر قصفها بالقذائف الصاروخية الحرارية الحارقة. إنما تفعله هذه المنظومة الفتاكة هو إشعال النار في الهواء ثم امتصاص الأكسجين من رئتي الإنسان. هذا السلاح الفراغي الخطير يتسبب في نشوء كميات كبيرة من الغازات الساخنة وضغط الجو الهائل وانعدام الهواء في منطقة محدودة المساحة. وتمتلك الراجمة الروسية القدرة على تعطيل مدرعات العدو وقطع خطوط الإمداد في المناطق التي تستهدفها بقوتها النارية العالية، إضافة إلى مرونتها في المناورة أثناء القتال. يتم تجهيز راجمة الصواريخ الروسية بنظام إدارة نيران متطور يستخدم أشعة الليزر ووسائل رصد الأهداف وتحديدها بطريقة إلكترونية، إضافة إلى وسائل اتصال حديثة. ويمكن لراجمة الصواريخ الروسية ضرب الأهداف في معدل زمني لا يزيد عن 90 ثانية في لحظة رصد الهدف أثناء توقفها، وتستطيع إطلاق 24 صاروخا خلال 6 ثوان في وضع الإطلاق المزدوج، بينما تصل تلك الفترة إلى 12 ثانية في وضع الإطلاق الفردي. ويؤدي انفجار صواريخها إلى ارتفاع درجات الحرارة ومستويات الضغط إلى مستويات مدمرة في محيط الانفجار، وتستطيع الراجمة الروسية القيام بمهام دفاعية لحماية القوات الأرضية أو المشاركة في عمليات هجومية ضد قوات الأعداء في الساحات المفتوحة أو بالقرب من مواقع القتال. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة ومع تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة الثقف.